يعطيكم العافية، حييكم ومنبلش مع بعضنا آخر شابتر من آخر شابتر من الجراف شابتر 4. فإذا coloration des graphes. ننهي فإذا منهجنا من خلال دراسة coloration des graphes. خليني بس خفف الشمس شوي حتى تقلل الإشعاعية. مثل ما بتعرفوا باراجراف 1 ديفينيسيون اي نوتاسيون. Que veut dire coloration des graphes? Que veut dire nombre chromatique? Quelles sont les applications de ce paramètre? À quoi ça sert d'étudier ça? Donc, parmi les paramètres les plus importants au niveau des graphes, c'est le nombre chromatique. 1-1, définition. Un graphe G. Un graphe G est dit. M colorable si on peut colorier les sommets de G par M couleur telle que deux sommets voisins et deux couleurs différentes. بقدر لون انسوا اني عم اعلمكم ماتيماتيك. عندي جراف انت بقول عن هالجراف ان ام كولورابل سي جو بو كولوري لي سومي دو جراف بار ام كولور سو لا كونديسيون كو دو سومي ادجاسون اي توجور دو كولور ديستانكت. واضح؟ طيب خليني كفي وهلا برجع بحط قدامكم الاكزامبل ومنبين بالاكزامبل الامور كيف بدها تمشي. اوكي مثلا اذا انا هلا قلت لكم تريونجل دغري رح تعرفوا انتم انه الحد الادنى للكولور اللي لازم استعمله هو 3. ما فيني لون باقل من 3. هلا بنشوف هذا الموضوع. خليني كفي. لو نومبر كروماتيك qui est de G est par définition le nombre minimal M tel que G et M colora. G et M colora. Ok? Donc, je définis un nouveau paramètre. Avant de vous donner n'importe quel exemple, je vais tout d'abord
فإذا بدي بس قبل ما أعطي أي إكزامبل قول شو تعريفه للنمبر كروماتيك دوجي. فإذا عندي أنا جراف جي je commence à colorier les sommets et je veux que chaque fois que j'ai une arête XY, je donne à X une couleur différente à la couleur donnée à Y. Vous êtes d'accord? يعني مثلا إذا أنا هلا باخذ قدامكم هالجراف هاي مثلا اوكي بيجي والله بلون هذه بالاسود اوكي ما عادش فيني لون هاي بالاسود لونها بالازرق لاحظين بيجي هاي اللي هون موصولي على الاسود فيني لونها بالازرق اوكي لاحظنا اللي هون موصولي على ازرق فيني لونها بالاسود اللي هون مثلا افترضوا انه موصولي هيك وهيك بهالحالة هذا النقطة موصولة على أسود وموصولة على أزرق إذا ما فيني لونها إلا بلون جديد رح لونها بالأخضر رح نلاحظ هون إنه نحنا لوناها بثلاث ألوان فإذا هي تروا كولورال وما حدا بيقدر يلونها بأقل من هيك فإذا نقدر نقول انه هون النمبر كروماتيك لهالجي نمبر كروماتيك للجي ايجال ا 3 اوكي هلا شاك كولور نو ديفيني ان ستابل يعني اول ملاحظه رمارك دونك جو دون دي كولور ا جي Hein? Quand je dis G et M colorables, si je prends les sommets de même couleur, les angles de même couleur forment un stable de G. ليش؟ لأنه هني دو ميم كولور مش معقول يكون في بيناتهم اي علاقه لانه هذا متناقض بيصير مع تعريف الكولوراسيون واضح بيان هلا بدي بس استخدم انا وياكم هيك نوتاسيون لحتى نكون مرتاحين فاذا قلنا بالرومارك انه لي سومي دو ميم كولور فورم ان ستابل فاذا Remarque, le nombre chromatique qui de G est le nombre minimal S tel que V de G égale masalan. S1 union, S2 union, etc. Union SS avec SI intersection avec SJ égale vide et SI ou stable. Je vous les amis, on va dire quelque chose, vous pouvez vous faire. On va dire que quand je vais vous dire le nombre chromatique de la façon que je vais vous dire, il va vous dire إذا قلت أنا افترض النمبر كروماتيك هو S معناتها في عندي S كولور اجتاحوا كل الصمي وبالتالي بقول للصمي اللي عندهم كولور 1 بار اكزامبل بتاعوا كلكم اللي عندي إلا بلاقي قدام ستابل يعني إذا قلت مثلا والله S1 لانسامبل دي صمي دو كولور 1 سي ان ستابل يونيون S2 هودي سي اون بارتيسيون دو V دو G اون دي ستابل دونك لو نمبر كروماتيك سي لو C'est la partition minimale de V de G. C'est le nombre de parties minimales de V de G. Dans ce sens, la partition en des stables. Hein? La partition de V de G en des parties stables. Je vais vous dire que nous avons
هذا بهذا الشكل. أعطيك هلا قبل شوي مثال، رح أعطي هلا إكزامبل، رح أحط قدامكم هذا الجي. قولوا لي هذا الجي هي عبارة عن سيكل مؤلفة من 5 صمي، قديش هو النومبر كروماتيك؟ أكيد بما إنه في أرات معناتها بالحد الأدنى أنا بحاجة لاثنين. يلا بلون هذا بالأسود لنفترض، اللي حده أكيد بده يتلون بالأزرق، اللي حده صرت قادر أرجع لونه بالأسود. أوكي، اللي حده فيني لونه بالأزرق لأنه مش موصول على ولا حدا أزرق. طيب هذا صار مربوط بالأزرق مربوط بالأسود، فإذا مضطر لونه بلون ثالث. وبالتالي هون بلاحظ انه النومبر كروماتيك دو جي ايغال 3. طب شو الدليل اني ما بقدر لون بلونين؟ لانه لو بقدر لون بلونين، لاحظوا اهميه انه افهمها كبارتيسيون اون ديستابل. اذا بقدر لونها بلونين يعني كاني عم اقول الفي دو جي بقدر احطها باثنين ستابل. شو يعني في دو جي بقدر احطها باثنين ستابل؟ يعني جي اي بي بارتي، والجي هي سيكل امبير. وقلنا المره الماضيه انه سيكل امبير ني با اون بي بارتي. واضح؟ هذه شغله بدي اياكم تشوفوها كثير منيح. اوكي، خليني احط هالكم نوتاسيون وكفي انا وياكم دردشه لحتى ينمى تفكيرنا بالنومبر كروماتيك تدريجيا قبل ما نفوت باي موضوع والله له أهمية أو صعب إنه نشوفه. طيب طيب طيب، طبعا هون ما حطيت مات 409 فرنسي، الفيديو 4-1. اوكي، نوتاسيون منقول عن السي ان هي ان كولوراسيون او ام كولوراسيون دو جي. اذا كانت السي من في دو جي dans un M qui à chaque V C de V appartient à un M. نفترض نحن انه ال M هن سي دي كولور، و C هي الطريقة يعني je donne à chaque sommet une couleur dans un M. Donc quand je dis le nombre chromatique c'est le M minimal, c'est le M minimal pour lequel je peux définir une M coloration. Parfois, j'ai dit, par exemple, C de grand U dans G pour dire que c'est égal, c'est l'image, yani, c'est C de petite U tel que U appartient à grand U. Ok, il y a une majmoua couleur, là, on utilise كمان هالنوتاسيون. اوكي طيب، خلينا لكان يعني نتوقف انه نحن عرفنا هلا النومبر كروماتيك للجراف. بدنا نبلش ندرسه لهالنومبر كروماتيك، قد ايه قيمته، قد ايه يعني كبره، قد ايش الى اخره. قبل شوي اعطيتنا انه النومبر كروماتيك ل السيكل مؤلفة من 5 نومبر كروماتيك أصغر بكتير. طيب أيمتى النومبر كروماتيك؟ يعني هلأ أنا إذا سألتكم أول سؤال، أول شغلة بلاحظة أنه عطول النومبر كروماتيك للجي لازم يكون أصغر من الفي دو جي. قولوا لي شو رأيكم، يا ترى أنتم معي موافقين الرأي انه عطول النومبر كروماتيك دو جي مستحيل يتجاوز الفي دو جي؟ متفقين؟ ليه؟ لانه في دو جي
عم بكتبها اس ا يونيون اس 2 يونيون اس نومبر كروماتيك. يعني لو في بالحد الادنى واحد هون فرح تلاحظوا انه واحد 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 بصير النومبر كروماتيك هو بذاته الفيدوجي، بس انه يصير اكثر من هيك مستحيل. اتفقت انا وياكم؟ اوكي. طيب السؤال، ايمتى بيكون النومبر كروماتيك للجي ايجال فيدوجي؟ انه ما فيك تلون الا كل سمي، كل سمي بدها كولور خاص فيها. ايمتى بيحصل هذا الشيء؟ فرجوني عليكم، رح اطلع بالكاميرا واتخيل حالي عم بطلع فيكم، جاوبوني لاشوف. ايمتى؟ ما سمعت، عن جد ما سمعت. ايمتى بيجي للون جراف بلاقي حالي مش قادر اعطي اي اثنين سمي نفس الكولور؟ لما كلهم بيكونوا موصولين مع بعضهم، يعني لما بكون عم بحكي عن جراف كومبلي. فاذا لو نومبر كروماتيك دو كا ان ايجال ان، متفق انا وياكم هيك. فاذا بشكل عام نومبر كروماتيك دو جي ايجال افي دو جي سي سيلمون سي جي اي كومبلي. هذه بنحطها مثل ما بيقولوا حلقه بلايينا، لانه بسيطه لكنها فعاله. طيب خليني هلا انا وياكم نمشي لقدام. رح اعرف، يمكن يكون عرفتها سابقا، اوميجا دو جي هو ماكس لا U تل كو U إتان سو جراف كومبلي دو جي، يعني أكبر سو جراف كومبلي. كيف كنا نعرف استابيليتي أكبر استابل؟ هون رح نعرف أوميجا دو جي إن هي أكبر كومبلي بجي. مثلا إذا قلت لكم مثلا والله ما بعرف، إذا هذا الجي أدي الأوميجا دو جي أديش أكبر سو جراف كومبلي؟ أكبر سو جراف كومبلي هي تريونجل. ما في عنا كا 4، ما في عنا كا 5، فإذا هذه بتساوي 3. برأيكم فيني لون الجي بأقل من أوميجا جي؟ الجواب لا، لأنه افترض الأوميجا جي، افترض أنا بجي لقيت والله لقيت هذا الشكل، لقيت كومبلي مؤلف من كاك، هذه لقيتها والله بقلب الجي، ما بقدر لون الجي سلفا بأقل من 4 ألوان، لأنه إذا لونتها بأقل من 4 ألوان يعني هذه بدها تتلون بأقل من 4 ألوان، وهذه ما بتتلون إلا ب4 ألوان، فما فوق يعني. أوكي، بس أقل إذا ب3 ألوان يعني في 2 بدهم ياخذوا نفس اللون وهني موصولين مع بعضهم، بيكون عندنا مشكلة. اتفقت أنا وياكم؟ أوكي، ممتاز. فإذا بشكل عام عندي كمان استنتاج بيقول نومبر كروماتيك دو جي أكبر أو بيساوي أوميجا جي. ممكن يكون بيساوي، ممكن يكون أكبر، ممكن يكون أكبر استريكتور. أعطوني مثل لجي إكزرسيس، أعطوني جي تل كو نومبر كروماتيك دو جي أكبر من أوميجا دو جي. يلا أنا ناطركم تفكروا شوي بالموضوع. قبل شوي شفناها لما أخذنا هذا الجي اللي هي سي 5، أدي لنا النومبر كروماتيك قبل شوي، نومبر كروماتيك دو جي أخذناها 3، أدي الأوميجا دو جي طلعوا لي فيها منيح، قديش أكبر كومبلي؟ تقدروا تلاقوا تريونجل؟ ما في تريونجل. فإذا أكبر كومبلي هو ألف من 2،
فإذا عندي أوميغا X دو جي أكبر من أوميغا دو جي. وإذا بتفتشوا كل الدنيا اللي الله خلقها ما رح تلاقوا إلا هالنماذج هي بحققوا لي هذا الإشكال. طبعاً بس قول ها والكمبليمون تبعها فينا ناخدها كإكزرسيس. هلأ بحكي شوية عن هذا الموضوع. وبالتالي في une ancienne conjecture إنه إذا نحنا مش هيك على طول على طول الأوميغا دو جي هي بذاتها النومبر كروماتيك دو جي. أوكي؟ بيان 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 بيان. طيب هذه كمان نقطة مهمة بدراسة النومبر كروماتيك. بعدنا عم نتطور شوي شوي. طيب شو علاقة النومبر كروماتيك بالستابيليتي؟ يعني النومبر كروماتيك أكيد له علاقة مع الستابيليتي. شو هالعلاقة؟ طلعوا فيه شوي. نحن قلنا إنه والله الـ V دو G افترضوا إذا عندي أنا النومبر كروماتيك دو G بتساوي M صار فيني اكتب الـ V دو G على شكل S1 union S2 union union SM avec SI انتر SG بتساوي V و SI stable. ممتاز. معناتها انه الـ petit V دو G عدد السمي بيساوي الكاردينال للـ S1 plus كاردينال للـ S2 plus كاردينال للـ SM. طيب هذا كل ستابل اصغر من الفا دو جي، لانه تعريف الستابيليتي دو جي تعريف الالفا دو جي انه هو اكبر ستابل. ممتاز. زائد الفا دو جي زائد الفا دو جي. يعني كم الفا دو جي؟ ام الفا دو جي، يعني النومبر كروماتيك دو جي ضرب الفا دو جي. اذا نومبر كروماتيك دو جي اكبر او بتساوي في دو جي على الفا دو جي. كمان هذه علاقة مش بطالة. اوكي كمان هذه علاقة مش بطالة. طيب